بقى بعد اللي انا عملته ده برضو مش قادر يستغنى عن الولية دي ورايح يشتري لها دهب كمان. اه يا ناري، انا مش قادرة افهم ايه حكاية الولية دي. يمكن يكون الحاج متجوزها في السر. حاكم الحاج ده ما يمشيش في الغلط ابدا. وهو حتى يعني لو كان اللي انت بتقوليه ده مظبوط ومتجوزها في السر ما يبقاش غلطان؟ لا غلطان، والغلط راكبه من فوق لتحته لانه مخبي عليا. ده عمره في حياته ما خب عني حاجه. اسمعي يا وليه، انت الواد مصلحي ده كذاب. ايه اللي هيخلي مصلحي يكذب؟ وشمعنا الوليه دي بالذات اللي هيحطها مصلحي في دماغه؟ انت مش فاكره النوبه اللي فاتت لما جه قال لنا، قال ايه؟ الحاج سهران عند اللي ما يتسمى صاحبه وبيسقف ويغني مع الرقصات. الحاج بذات نفسه لما جه فتح السيره وقال لي انهم كانوا عاملين له ملعوب عشان يجرجروا رجله. ايوه فاكره، بس ايه اللي يخلي الحاج يروح يشتري لها اقفاص فاكهه ويجيب لها ذهب ويروح لها البيت؟ وبعدين انت هتحيري نفسك ليه يا حاجه؟ ما تفتحي السيره مع الحاج وتبقي بالشكل ده، قطعتش عرق وسيحتش دم. يظهر البت هنية دي مش مالي عينه. فاشر، هنية مين اللي تملى عينه؟ بقى يبقى معاه القمر ويبص للنجوم؟ اهو بص لنجوم تانية. ام سعد، يا ام سعد. مين؟ فتحية. ايوه فتحية. ازيك يا ام سعد؟ وازاي الحاج؟ وازاي الحاج؟ ان شاء الله تسلمي، حلوين وزي الفل. يعني ما سألتيش على عروسة. عروسة مين؟ اشت هنية. لها البنت هنية اتجوزت؟ الا اتجوزت، دي اتجوزت جوازة ما جاتش على البال ولا على الخاطر. اتجوزت مين يا موسى؟ طبعا مش هتصدقيني لو اقولك الحاج. الحاج؟ حاج مين؟ الحاج صالح على سني ورمح. الحاج صالح؟ شوف يا اخت البيت قادره خدت الراجل من على مراته. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، انت قلبك اسود من حياتك كده ليه؟ ها، مش انت اللي بتقولي يا وليا؟ ايوه بس ده كان بموافقه الحاجه، ما انتش عارفه قلبها متشحتف على العيال قد ايه. تتشحتف يا اختي؟ ما سمعتش كلام. انتي اه منك، انتي اه منك، ما انتي دوختيها السبع دخان. انا كان قصدي خير يا ابو السعد، عملت اللي عليا. يلا بقى هنقول ايه؟ كل شيء نصيب. قولي لي يا عسل يا سكر كده، هي البنت هنية لسه شايله مني؟ وانا كانش عرفني وانا كنت دخلت جوه نفسويتها. إيه؟ طب انا عايزاكي كده تجسلي نبضها وليكي عندي الحلال. اه يا شيخ روحي كده من وشي، وانا كنتش ناقصاكي على راي المثل. يا عجيني يفكوا الشر الجايين. طب وليه ما تقوليش على راي المثل؟ يا ناس يا فل، الخير للكل. طب شوفي كده لما اطلع انا والميه تطلع في العلاني ولالي لالي، انا بقى هغرقك فلوس قد ايه؟ سلي عليك النبي وحياة الحسين تقفي جنبي احسن. ده انا ما حلتش اللضا يا اختي، ده انا بقيت على الحديده. انا اشوف بس على شرط اللي تاخديه منها بالنص. وشرفك بالنص. مش هتغير هدومك عشان تتغدى؟ مفيش وقت، يا دوب اتغدى وانزل. وهو كان ايه اللي اخرك على الغدا النهارده مش بعاده؟ معلش كان عندي مشوارين كده بلعوا الوقت. يا ترى ايه بقى المشاوير اللي عطلتك؟ المشاوير ايوه افتكرت المشاوير. تفضلي. لمين دول؟ للي مفيش في القلب غيرها. علشاني انا يا صالح. جرالك يا سيده؟
وانا في قلبي غيرك. بتبصي لي كده ليه؟ سامحني يا صالح. اسامحك ليه؟ اصل انا ظلمتك. ظلمتني في ايه؟ يا دي كسوف، مش عارفه اقول لك ايه. اصل بصراحه كده في ناس شافوك بتروح لوحدك وقالوا لام سعد. انا في الاول ناري قادت وبعدين رجعت ما صدقتش. لا كان لازم تصدقي. يعني ايه؟ يعني كلامهم مظبوط. كلامهم مظبوط؟ يعني عينك عرفت تشوف واحده غيري يا صالح؟ لا لا لا، انا عيني ما بتشوفش غيرك يا سيده، بس لو عرفت حكايه الست دي هتعذريني. قول لي يا اخويا حكايتها. انا كلي ودان. بس قبل ما اقولك حكايتها عايز اقولك كلمه. انا بحبك بحبك بحبك. جاب لي الحمام يما، متكمر في برام يما، قلت مش رايدي. جرى ايه يا ام سعد؟ ما تنهضي، الحاج راجع جعان يا اختي. الله، واحنا ذنبنا ايه يا الدلعاجي؟ ما هو اللي جاي متاخر. بعدين الحاجه جوه بتدي له تصبيره، اطمني مش هتسيبه. تصبيره؟ والله انت فايقه ورايقه. هي ورايقه. بقولك ايه يا بيه، انت بقى اللي مش عاجبني حالك اليومين دول. ماله حالي يا اللي مدوبه نص رجاله مصر؟ يوجدك ايه بقى يا بيه؟ في عروسه اول عريسها ما يرجع من بره يدخل عدل على اوضه درتها، ده انت لسه ما سبعتيش. يا نهار ما شاف لها، قابلت الحاجه درتي؟ ده انا بحبها. ايه، انا احط راسي براسها ولا ايه؟ هو انا كنت احلم في يوم من الايام ان اتجوز راجل زي سيدي صالح؟ ده راجل ولا كل الرجال؟ يا سلام يا سلام. شوفي يا اختي البيت معاها حق. فتحيه بقى. فتحيه مين؟ بتاعت الخضار؟ لا لا لا، وانا يا بنتي نسيتي؟ فتحيه مرات ابوكي. ايه ودي تتنسي؟ لكن انت ايه اللي فكرك بيها؟ اسكتي يا هنيه، ده حالها بقى يصعب على الكافر. اتاريها صعبت عليكي؟ مالها يا وليه؟ ما تقولي اللي طالع عليها. نفسي اشوف هنيه، عجبني اني اشوف هنيه عشان تسامحني، ابوس ايديها قبل رجليها. اسكتي يا هنيه يا بنتي، قطعت قلبي. يعني عليها؟ هي صحيح بتعض، لكن برضو مرات ابويا. هو انت شفتيها فين؟ حقيقي ان بعض الظن اسم. وتظني فيا ليه بس؟ ده انت عجناني وخبزاني من مصغرك لمكبرك، وبنت عمي يعني زيتنا في دقيقنا. حقك علي يا صالح، انا ما اقدرش اظن فيك كده ولا كده. طب ده انت بيضربوا بيك المثل في الطهر والشرف. لكن تقول ايه بقى الكلام الناس؟ اللي يمشي ورا كلام الناس لا هيروح ولا هيجي، وحياته هتبقى جحيم والعياذ بالله. عندك حق يا اخويا، بس انت خلاص قطعت الوليه دي. ايه قطعتها يا سيده؟ هو انا كان في بيني وبينها حاجه وحشه عشان اقطعها؟ انا كل الحكايه ان انا كنت عايز اطلعها من الضلمه اللي هي عايشه فيها. طب خلاص يا اخويا، انت قمت بالمهم والحمد لله ربنا وفقك فيها. عايز منها ايه تاني بقى؟ عايز اطمن عليها. انا حاسس زي ما تكون ملزومه مني كانها اختي. انت مالكش اخوات يا صالح، سيب الولايه بحالها بقى. انا بس يعني عندي امل اشوف لها ابن الحلال اللي يصونها. اما عجايب، هو انت ناوي تشتغل خض على اخر الزمن؟ ثم ريح نفسك، بعد اللي حصل منها ده محدش هيهوي بنواحيها. الست مننا ملهاش الا سمعتها. ايوه بس دي تابت توبه نصوحه. من يقرا ومين يسمع؟ لا لسه في ولاد الحلال كتير. يعني هو انت مش ناوي تتغدى ولا ايه؟ هي هنيه عامله لنا ايه النهارده؟ انت بتغلني يا راجل. هو خلاص ما بقاش في البيت ده حد بيسوي وبيعمل غير هنيه؟ مين اللي قال؟ بس ده انت الخير والبركه، احنا نقدر نعمل حاجه من غيرك؟ يلا. ايوه كده. الله، دهب بندقي. يا سعدك يا هنيه، الله يخليك ويطرح البركه فيك يا سيدي. دي شبكتك يا هنيه. انا اصلي الاول اتخذت على اخوانا، بعدين اما قعدت بيني وبين نفسي قلت هي هنيه مش عروسه، والعروسه مش تلزمها شبكه. ابن اصول وتعرف الاصول. لكن قابلتي الحاجه تعرف ان انت جبت لي شبكه؟ اه طبعا، انا هجيب لك حاجه من وراها، بس ده حقك. ايوه، لكن
الفرخة تزعل لو ديكها صاح على سطوح غيرها، وقابلت الحاجة هي الفرخة وانت يا سيدي الديك. الله يجازيك، بس الحاجة سيدة بتحبك. أيوة ما أنا عارفة، هي لو ما كانتش بتحبني كانت تسيبك تعمر عشتي وتدفي فرشتي. يا سلام. انت طيبة قوي يا هنية. لا 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 يا حاجة، أنا مش عاجبني اللي بيحصل ده أبدا. هو إيه اللي بيحصل يا ولية؟ هي مش مراته؟ مراته ما قلناش حاجة، بس هيفضل كده لحد إمتى؟ يعني إيه؟ مش فاهمة. أنتِ ناسية، أنتِ جوزتيها للحاج ليه؟ يا ولية بطلي لف ودوران ولوع، وقولي على طول تقصدي إيه؟ قصدي إن أنا مش عاجبني دخول الحاج وخروجه عليها كده كل شوية والتانية في أوضتها. ما أنتِ ولية مجنونة صحيح. أمال هيخلفوا إزاي؟ أديهم متجوزين دلوقتي بقالهم جمعتين، أكتر من جمعتين كمان. نستنى بقى نشوف ايه اللي هيحصل. مش جايز الجوازات دي تطلع على فشوش. يا ولية انت لسانك ده ايه؟ بطلي قر بقى يا حاجة، ده احنا دفنينه سوا. يعني انت شايفة ايه؟ انا مش شايفه حاجه خالص، انت صاحبه الامر والناس. عندك حق يا مستعد، من هنا ورايح الحاج ملوش بيات عندها. عندك حق يا حاجة، ده حتى بنتي مش هاين عليها تسال عليا على امها، تقوليش قلبها ده حجر. يا ساتر يا رب، العيال قال قطع الخلف وسنينه. عجايب، امال يا اختي كنت كل شويه بتجري رجلي عندي دي وعندي دي ليه؟ مش هين عليا اشوفك وانت قلبك متشحتف على حته العيل. لكن ايش جاب لي جابي حاجة؟ هو انت يعني لا مؤاخذه في دي كلمه هتستني حاجه من ورا اولادك زي حالاتي؟ ده انت ربنا يزيدك من نعيمه، هتديهم مش هتاخدي منهم. وانت عايشه ازاي؟ اديني بشتغل دلالة، بلقط قرش من هنا وقرش من هنا، اهو اجيب تمن لقمتي. وما كنتيش تعرفي بقى ان انا جوزت هنية للحاج؟ دريت يا حاجة دريت، سمعت من الولية ام سعد وعديكي من ساعة ما دريت. ايه اللي جرى لي يا حاجة؟ ليه تعملي في نفسك كده؟ ليه يا حرة تجيبي في بيتك درة؟ يلا، انا قلت هنية ولا من الغريب؟ لا 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 يا حاجة، لا اسمحيلي، الغريبة أولى، دي حملة زي التعبان لما يدفى يقرص. خلاص بقى يا فتحية، ما بقاش يجي منه، الفاس وقعت في الراس. طب هسألك، قبليكي قبليكي نذبح فراخ ولا أنارب؟ أهلا أهلا أهلا، إزيك يا هنية؟ طب يا أختي سلمي علي، ولا اللي كان بيني وبينك مش عشوة مال؟ ازيك يا نينا؟ نينا مبروك عليك يا اختي سبع بركات. الله يبارك فيكي. لكن على ايه؟ على طاقة القدر يا اختي اللي اتفتحت لك، على الهنا والسعد اللي بقيتي فيهم. اصل انا قلت لها، ما كانتش مصدقه لما قابلت ام السعد وقالت لها. طب ما قلتوش هنذبح مين؟ قصدي هنذبح ايه؟ اذبحي فراخ يا هنية، واعملي حسابك فتحية هتتغدى معانا. إلهي يا رب يفتحها عليك دنيا وآخرة ويخليكي ليا يا أميرة يا بنت الأمرة. خدي راحتك يا نينة، البيت بيتك. هنية روحي اذبحي الفراخ. حاضر. بقى ده منظر واحدة تبقى مرات الحاج، مش لايق عليها النعمة أبدا. يجاتك إيه يا فتحي؟ ده أنت مصيبة. يا ولية أنت اللي طول عمرك ما بتحبيهاش. ما
لك يا هني. بقول يا موسى قد لنا ايه؟ يا اختي القدم الموجوده اديها اللي يريح قلبك ويرضي ضميرك. اديها جلابيتين من هدومي ومنديلين راسي. جلابيتين ايه وانا مقاسي مقاسك؟ انت مالك يا وليه وانا هديك انت؟ قصدي يعني ما هي مستوره والحمد لله. طب دبريني يا وزيره الهم. انا بقول يعني اديها قرشين يقبلوا الاسم. اسمه مين؟ قصدي يقبلوا الاسم يعني من نصيبها يعني. ولو انك ما بتفهميش بس في دي معاكي حق. بس بقول لك ايه؟ اوعي إيه تديها الفلوس دي قدام الحاج. اوعي إيه الحاجة تشوفك ولا تلمح طيفك عشان ثوابهم يبقى ليكي. ادهم لها بالليل في الضلمة. بيت بالليل ده ايه يا هبل؟ ادهم لي انا وانا اديهم لها. حاضر حاضر يا حبيبتي. هبل لو بتصدقني ما تقدريش تتصوري انا فرحتي بيكي قد ايه يا بنت يا هنية لما عرفت ان ربنا كرمك وبقيتي في الهنا اللي انت فيه ده. ما هو ده اللي مخوفني، قصدي مطمني. بقولك يا قبلتي، ام سعد ادتك حاجة؟ لا. طب خدي بقى، خدي ربنا ربنا يخليك ويكرمك ويديكي من واسع يا رب يا رب. ما قلتليش يا بنت، نعم، الوليه دي عامله معاكي ايه؟ الوليه ام سعد. ام سعد مين يا بنت؟ الوليه ضرتك. ضرتي؟ ده انا امي لو كانت عايشه ما كانتش تعمل معايا اللي بتعمله قبلتي. انت يا بنت انت هتفضلي طول عمرك عبيطه وهبله؟ مش تتنصحي بقى، ده انا الحبه اللي قعدتهم معاها ما بطلتش تتكلم عليكي. بجد؟ قبلتي الحاجة بتجيب سيرتي؟ بتقول ايه؟ فرحيني، بتقول ايه؟ انت فرحانة؟ دي مش طايقاكي. ليه؟ ريحتي وحشة؟ يا بنت مش طايقة تسمع سيرتك. ده هي اللي مجوزاني جوزها. ليه بقى؟ عشان تبقي تحت رجليها خدامة. خدامة؟ هو ماله؟ أنا خدامة ومساعدة خدامة وهي خدامة وأنت خدام وكلنا خدامين في بيت سيدي صالح. يا بنت عقالي، دي ندمانه انها وافقت على العامله السودة دي لولاش الحاج هو اللي عايز يخلف حته العيل. عارفه يا بنت انا بفكر في ايه؟ في ايه؟ عايز اخدك من ايدك كده اوديك الواحد شاطر يعمل حاجه تخلي الحاج ما يطقش الوليه اللي بره دي، وانت بقى تبقي كل في الكل. يا نهار مش افلاط، يعني يكره قبلت الحاجه ولا يطيق يشوف وشها؟ لا يعني انا حرام حرام، ده هي اللي بتوصي سيدي عليا. بتوصي بين يا بنت؟ انت جايبه الكلام الفارغ ده منين يا هبله؟ هو اللي بيقولي يعني هو كذاب؟ شوفي يا اختي البنت هتجنني. شوفي يا اختي. يلا يا اختي انت وهي، يلا يا اختي انت وهي علشان تتغذوا والحاج رجع. يلا يا هني علشان تحضري. طب يلا انت يلا. هو في ايه بالظبط؟ اديتيها؟ لا. اديتيها؟ هو انا لحقت؟ طب ادوها بقى وانا مستنياكوا بره. انت خدتي حاجه؟ لا. وانت خدتي حاجه؟ لا. صالح صالح، ايه مش فاكرني ولا ايه يا حاج؟ ازاي مش فاكرك؟ مش انت برضو الجحش؟ تمام يا حاج. سبحان مغير الاحوال. الحمد لله ربنا تاب علي والفضل كله يرجع ليك يا حاج. لا، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبت كرك؟ يغور في ده يا كار السم والندامة. امال بتشتغل ايه دلوقتي؟ اهو على باب الله يا حاج. كلنا على بابه وطمعانين في كرمه. ربنا يكرمك، انا كنت اصدق في مشورة كده يا حاج. انا تحت امر، واذا كان فيها خير انا تحت الامر والطلب. طب تحب حضرتك اعد عليك امتى عشان نتكلم؟ انا طول النهار ببقى في الوكالة الا اذا كان عندي مشوار مهم. ربنا يخليك لينا يا حاج، بس على الله ما اكونش زعلان منك. ما دام تبت توبه نصوحه وربنا تقبلها منك، تاكد ان الباب دايما هيبقى مفتوح. سلام عليكم. السلام. لقيتي ايه؟ مفيش اي اثر لاي حاجه خالص. كشفتي عليها كويس؟ ده انا فليتها قلبتها يمين وشمال وسالتها مليون سؤال. يعني لسه ده ما عندهاش فكره خالص. طب وبعدين في الوقعه السودا دي؟ هي واقعه بجد يا حاجه. طب
هي غابت يا فتحية ولا لسه بدري عليها؟ لسه بدري ايه يا حاجة؟ دي البنت البكر تدخل من هنا على السبوع نفسها تغم عليها، الأسبوع اللي بعده تتوحم وتطلب الفاكهة اللي في غير أوانها. طيب معلش نديها أسبوع كمان، يمكن ربنا ينفخ في صورتها. لا 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 يا حاجة، الجوازة من الأول كانت فشوش. أنا كنت متأكدة إن أنا العيد مش مني. فشر ينقطع لساني اللي يقول عليكي كده، ده انت زي الفل، ده احنا كل اللي رحنا لهم قالوا عليكي فل، يعني تقدري تخلفي بدل العيل 10. يخليكي ليا يا فتحية عم اديكي الحلاوة. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ربنا يزيدك من نعايم يا رب. تحب تشرب ايه؟ ربنا يخليك، انا لو عزت هطلب على طول. على كل نعتبر المكان بتاعك. ربنا يخليك ليا يا حاج، العشم كبير فيك وفي ربنا برضه. وانا تحت امرك. انا بدي اشتغل في الحلال. خبر جميل، وايه اللي منعك؟ قلة المال يا حاج. اطلب وانا تحت امرك. ربنا يخليك يا حاج، انا عايز اشتغل تحت ايدك. ليه؟ ما تبقى صاحب تجاره والامر امرك. ما قلت يا حاج العين بصيره واليد قصيره. وانا بقول لك ما تشيلش هم الفلوس. انا كنت عايز يعني اشتغل في كهرك ده. شيء صعب عليك. ما هو نتعلم يا حاج، والدكان موجود. لا انا بقول نبتدي يعني بحاجه اسهل شويه. زي ايه مثلا؟ يعني خلينا في العلافه، وانا هملالك المحل اشكال والوان. ربنا يخليك لا يا حاج، مش عارف ارد جميلك ده ازاي. عايز ترد جميل؟ غير اسمك. مساعد. ايش خير ده كله يا مساعد؟ مساعد وليه دي عاوزه لها كمانه. ايه يا وليه؟ في ايه؟ بتقعدي معايا نتكلم؟ تعرفيش قابلتي مالها النهارده؟ انا عارفه من ساعه الوليه مرات ابوكي ما غارت وهي قاعده حاطه ايدها على خدها. ليه؟ ايه اللي حصل؟ تلاقيها قالت لها كلمتين عكننوها حاكم دي وليه متبرد. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. يسعد مساك يا سيدي. امال الحاجه فين؟ جوه في اوضتها. وسايبينها لوحدها؟ من يمتها هي عاوزه تقعد لوحدها، ومن يمتنا ما حبيناش نزعجها. تعالى يا هنا. دي بقى البسبوسه اللي انت كنت عايزاها بالسمنه البلدي. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا سيدي. الله يخليك. بخش اشوف ايه اللي حصل. شفت الحاج بيحبك قد ايه؟ ربنا يخليهولي. من يمت انا هموت على حته بسبوسه. الحمد لله الحقيقه بانت. حقيقه ايه اللي بانت؟ انت مش بتقولي البنت ما بتحبلش؟ وده يفرحك؟ انا كنت خايف العيب يكون منك انت وتزعلي. وانت عارفه زعلك غالي عندي قوي قد ايه. انا مش قادره اصدق اللي انا بسمعه ده. انت مش عارفه غلاوتك عندي قد ايه يا سيده. يخليك ليا يا صالح، اجعل يومي قبل يوم. بعد الشر ما تقوليش كده، هي الحياه يبقى لها معنى من غيرك. انا قلت لك يومها ما فيش داعي للجوازه دي، انت اللي ركبت دماغك، وانا كمان مش فاهم ازاي وافقتك. اهي قلة عقل بقى مني. بس احنا لسه فيها. ازاي يعني؟ شيل ده من داير تحت عنده. برضو مش فاهم. يعني اتطلقها. استغفر الله العظيم. ليه يا حاج؟ هو انت هتعمل حاجة حرام؟ لا طبعا، بس ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، والبنت كمان ما عملتش حاجة غلط. ما بتخلفش، وانا جوزتها لك علشان تخلف. ما هياش اول ولا اخر واحدة. وبعدين انت قايله بعظمه لسانك ان العيب مني انا. يعني ما انتش ناوي. انا يعني خايف اظلمها وذنبها يفضل في رقبتي. ما هي خلاص ما بقالهاش لازمه. طب البنت دي مالهاش حد، هتروح فين؟ خليها يا سيدي عندنا، اهي تخدم مع ام السعد زي الاول. ويعني هي ما بتخدمش دلوقتي يعني؟ انا شايف انها بتعمل كل حاجه في البيت. كده ده
صالح. نعم. ماشي. أنا هخليها على ذمتك. بس من اللحظة دي رجلك مش هتهوي بناحية أوضتها. هيجي الهني؟ هيروح لسيد؟ هيجي الهني؟ مش اهل مقعدك لحد دلوقتي يا بنت. هيروح لمساعد. اهل مقعدك لدلوقتي. وانت عاوزه مني ايه؟ ما نمتيش ليه يا الدلعاج؟ مستنزره الحاج. ليه؟ هي الليله تدور عليكي؟ ايوه يا اختي، انا حاسباهم. عاسباهم؟ طب نامي يا اختي وما تعذبيش روحي. نامي؟ اللي نامي ده يا ام الغام؟ لو انت فاكراني صغيره وهسمع كلامك؟ لا، انا هستنزر. الحاج ما دام دخل اوضتي الحاجه يبقى يدينا ويديك طولتي العمر، مش طالع منها الا تاني يوم. ان شاء الله يطلع تاني شهر، انا هقعد استناه وهقعد لك قعده الصابرين كمان اهو. ودي قعده الصابرين؟ ايوه دي قعده المنكوسين. نام يا بتش وما تعذبيش روحك. بقول لك ايه؟ نعم. اديتي لمرات ابوكي فلوس؟ انت قادره؟ مش بتاخدي ضرايب؟ نفس المنام اللي بيجيني. خير اللهم اجعله خير. احكي لي يا اخويا شفت ايه؟ تفسري ده بإيه؟ يعني أديكي عارفة وراسية بحالك وحالها هنية. ماله الحال يا حاج؟ ده الحال جاله الفرج. ده أنت المفروض تفرح وتزقطط. أنا مش فاهم حاجة من المنام. إزاي بقى الكلام ده يا حاج؟ ده المنام مفسر نفسه. ده أنا مش قادرة أصدق. معقولة ده هيحصل؟ بعد الصبر ده كله ربنا هينولك اللي في بالك وتشيل عيلك بين إيديك. ومين فيكوا اللي هيجيب الولد؟ هيكون مين؟ انا طبعا. يا ريت، بس المنام ما قالش كده. طب اديني عقلك. هنية ومرات ابوها وكشفت عليها وما لقيتش حاجه، يبقى هيكون مين غيري؟ ولا انت يا راجل متجوز واحده ثالثه؟ استغفر الله، وانا كان في نيتي اجيب لك دره، انت اللي جوزتيني. لا وايه، بعد ما الكل قالوا عليك ان انت ما بتخلفش ربنا جبر بقى. مين اللي قال ان انا ما بخلفش؟ من غير زعل. من غير زعل قولي. اصل انا بصراحه خدت القطر بتاعك واديته لفتحيه. فتحيه مرات المرحوم شاهين؟ ايوه
قامت هي خدته بقى ولفت على كام واحد كده من اللي بيفهموا في القطر، فكلهم لا مؤاخذه يعني قالوا ان العيب منك. تاني يا سيده، تاني سحرة ودجالين. غصب عني يا حاج، ما انا منى يا اخويا اجيب لك اللي نفسك فيه. وانا كنت اشتكيت لك 100 مره قلت لك انت عندي بالدنيا كلها. ربنا يخليك لي يا رب. بس برضو يا صالح، لما تشوف عوضك قدامك هو اللي هيبقى عندك بالدنيا. قوم يا اخويا، قوم اتوضى وصلي ركعتين شكر لله قبل ما تصلي الفجر. حاضر، توكلت على الله. يا رب اصبحنا واصبح الملك لله، اللهم صبحنا وربحنا ولا تفضحنا. يا رب. سيدي سيدي سيدي، صباح الخير يا سيدي. انت ايه اللي صحكي بدري؟ كنت عاوزك في كلمتين. لا ما فيش، لا في بس مش باين. طب قولي. تعال. قولي هني في ايه؟ لا مش عارفه. مش عارفه يعني معطلاني على الوضوء وتقولي لي مش عارفه؟ طب بالراحه. هي الزيتونه مش جواها بذره؟ ايوه. طب خلاص خلاص. ايه؟ ايه؟ طب البلح مش جواها نوايا؟ ايوه. ايه؟ طب ما انت عطار بقى افهم. افهم ايه؟ انا مش فايق. قولي يا هنيه في ايه؟ طب قشره الموز مش جواها موزه؟ لا اله الا الله يا بنتي، قولي عايزه ايه؟ طب البطيخه مش جواها لب؟ انت بتلفي وتدوري ليه؟ صباح الخير يا حاجه. صباح الخير يا مستعد. الحاج دخل الحمام؟ لا دخل هنا، طلعت جرجرته من ايده واخدته على اوضتها. الزيتونة. الزيتونة. انت مش ناوي تتوضى يا حاج؟ تعالي تعالي يا حاجه، افرحي معانا، دي بركتك وكرم ربنا. خير 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 ان شاء الله. طبعا خير. شفت يا سيده الرؤيه اللي كنا محتارين في تفسيرها اتفسرت. انا مش فاهمه حاجه، هو كان ايه اللي جرى يا حاج؟ هنيه بقت زيتونه. ربنا اكرمها وبقت حامل. ايوه. انت متاكده؟ ايوه يا قبلتي والله. وعرفتي ازاي؟ كده مبروك. الله يبارك فيك هنيه. نعم. من هنا ورايح ما تبذليش مجهود ولا توطي ولا تشيلي حاجه تقيله. انت ايه اللي موقفك هنا؟ ما تغوري تحضري الفطار من دلوقتي. مش لسه الحاج هيروح يعمل لك الوصفه اللي بيعملها لك فوق؟ غوري من وشي. هنيه. نعم. من هنا ورايح تخلي بالك من الزيتون. سيدة مش هتلبسين؟ أنا مش هوصيك على هنية. بس عليك يا حاج، ده كلام تقوله برضو؟ ده أنا كده ولا كده كنت مريحاها، ومن قبل أي حاجة هاجي دلوقتي وأتعبها؟ مش معقولة يعني، ده كلنا كنا مستنيين البشارة دي. وانا مستعد اجيب لك واحده تخدم مع مساعد او اتنين لو حبيتي. ليه؟ هو احنا عايشين في سرايا ولا عايشين في سرايا؟ مثل بيقول على قد لحافك مد رجليك. واحنا لحافنا كبير والحمد لله، يعني ربنا رزقنا من واسع يعني، ونخلي الناس تاكل عيش. يو يا حاج، ما قلت لك بقى خلاص مريحها انا وهريحها اخر راح. وبعدين انا ما بحبش حد غريب يدخل بيتي. انا لولا ام السعد دي كانت بتخدم في بيت ابويا الف رحمه ونور عليه، انا ما كنتش دخلتها بيتنا. خلاص خلاص يا سيده اللي تشوفيه. انا عايزاك تطمن، لو حكمت ان نعمل كل حاجه بايديا مش هتاخر. احنا دلوقتي ملناش بركه غير هنيه واللي في بطن هنيه. سيده انا عارف ان قلبك كبير وحنينة، أنا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي ظفرك. تعيش يا حاج. يلا أخويا يلا عشان ما تتأخرش عن مكانك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي سيدي، أنا نفسي في الشوكولاتة. انت بتتوحمي على الشوكولاتة؟ وفي الترمس كمان. انا دخلت مش يعني توحمي على زيتون تاني.
السلام عليكم. مع ألف سلام. مع السلام. صباح الخير يا معلم سيد. عمي نهاره ابيض. استغفر الله. خلينا مره نقول البركه يا حاج. ايه طمني، ناقصك حاجه؟ الحمد لله كله تمام، والفضل ليك يا رب، ربنا يخليك لينا يا حاج ويرزقك بالذريه الصالحه يا رب. يا رب، الدعوه دي مهمه قوي يا سيد. ربنا يجعل دعانا من حدك ومن نصيبك يا رب. ايه رايك بقى في الدكان وفي اليافطه؟ الدكان يعني ربنا يجعل رزقها احسن منها. طب ما انا غيرت اسمي زي ما انت قلت لي بالظبط. يا حاجة تعال. انت مش اسمك الحقيقي سيد؟ اسم السيد. بس انا بحب اسم والدي. انا شايفه على اليافطة قدامي اهو. لا ده جدي الجحش، ده جدي. عدم مؤاخذة يعني ابوك اسمه ايه؟ ابوي اسمه عبد العاطي. شوف بقى، بعد كده مش عايزك تكتب على اليافطة غير اسمك واسم ابوك. طب ونقبل العيلة اسم جدي الجحش. وإذا بوليتم فاستتروا. إذا بوليتم. يا وزي الواد رجب اتهزي يا وزي. يا وزي يا وزي يا وزي ريشك عجب اتهزي يا وزي. يا وزي يا وزي يا وزي الواد رجب. هو احنا مش هنطبخ النهارده ولا ايه يا هنيه؟ نعم الا نطبخ طبعا، هنطبخ بس اما اخلص اللي في ايدي. طب قولي مسحتي الفسحه؟ مسحتها مرايه مرايه، ده انا لحستها لحس. طب يلا ادخلي بقى اعملي الاوضه، احسن انا اوضتي تضرب تقلب، وغيري الملايات. اغير الملايات؟ حاضر، لكن هنشر الغسيل واشطف المواعين اللي انا صبنتها واقول لام سعد تعمل لنفسها قهوه. طب يلا خلصينا احسن، دي الساعة داخلة على واحدة. ايه ده؟ في ايه؟ الدنيا مليانة تراب، انتي ما نضفتيش النهاردة كويس. تراب؟ ولا منضفة؟ فين التراب ده؟ فين؟ فين؟ هو انا يعني هتبلى عليكي؟ لا اهو. طب خلاص خلاص خلصينا بقى. حاضر. الوقت بيسرقنا. حاضر من عينيا. رايحة فين؟ راح انشر المطبخ في الغسيل. لا ادخلي اعملي اوضتي الاول، بقولك تضرب تقلب وغيري الملايات وكساوي المخدات. حاضر. ما قالوا ده ولد، سدي ظهري وتسند. اوضتك يا سي صالح نظفتها بعناية. يا مخدتي الدمعي يا مخدتي الوحداني. اه يالي كل الحبايب اتنان وانا اللي مالي تاني. اه ياني ناس تنام وتتمطع وناس ايديها تتقطع. الله يرحمك ياما. ايه يا واد ايه يا ابن صالح، بتزغزغني عايز نضحك. طب يلا تعال استريح شويه. تعال هنية، قولي لي هنية، بتعرفي تعملي المفتقة؟ المفتقة؟ طبعا أعرف، حلبة ولا حلاوة؟ أنهي الأسهل؟ الحلبة، دوكها عاوزة نار وغلبة ومنهدة. أنا نفسي في الحلاوة،
بس ما بعرفش اعملها يا خسارة، ولا حتى مساعد. لا ونبي ما تفتقلك مفتقتك الا هنية حبيبتك. بس مش عايزة اتعبك معي. تعبك راح، ابعتي انت بس ام قرطاس تجيب الحلبة من الحاج، قصدي ابعتي ام مساعد تجيب قرطاس الحلبة من الحاج وانا اعملها لك. طب روحي خلصي شغل المطبخ او بل هي ما ترجع. يا رجلي يا رجلي. ايه اللي في ايدك ده يا كامل؟ دي حلبة للمفتقة يا حاج. ومين اللي طالبها؟ الحاجة. الحاجة سيدة؟ في الصيف دي تبقى تقيلة عليها قوي. ما هو مش عشانها يا حاج. امال عشان مين؟ هي الحاجة اصلها من حنية قلبها شافت ان هنية اليومين دول ضعفانة شوية، وشافت ان صحتها في النازل، قامت قالت يعني تعمل لها شوية مفتقة عشان تقويها. مين اللي قال كده؟ هنية صحتها كويسة والحمد لله. يعني بلاش يا حاج. بعدين مين اللي قال ان المفتقة بس هي اللي بتغذي؟ هي ما سألتنيش ليه؟ بعدين مين اللي هيعملها؟ قلبي كويس يا هنية، العسل لسه ما عقدش، انا عايزاها تشد قوي. تشد طبعا تشد، هو يقدر ما يشدش؟ فتحية علمتك ولا ما علمتكيش؟ فتحية دي، فتحية دي مدرسة. يا سلام. طب ما اشوف بقى عمايلك ولا عمايلها. ده انا هدوقك احلى مفتقه اكلتيها في حياتك، هتاكلي صوابعك وراها. لو انت فاكره ان انا بحبها، انا عاملاها علشانك. علشان ايه؟ بس انا ما بحبش المفتقه دي. خلاص اجيب ام السعد اغطس دماغها فيها قبل ما تبرد، امال هنرميها؟ وهو انا سكت لها؟ ده انا فضلت اديها من المنقي رقات، فضلت اصديها ولا اديها لما عميت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سلام ورحمه الله وبركاته. ريحه المفتقه فايحه قوي، وده معناه انها معموله تمام. اسكت يا حاج، دي هدت حيلي في عمايلها النهارده. اي والله يا حاج، دي فضلت تقلب فيها اكتر من ساعه. وانت ليه ما قلبتيش بدالها؟ ما انت عارف يا حاج، انا بحب اعمل كل حاجه بايدي. من امتى يا سيده بتعملي مفتقه؟ انا فاكر لما نفسك كانت تهفك عليها كنت بتبعتي تجيبي فتحيه تعملها لك. لما انا اتعلمت بقى منها عمايلها. وهو في حد يعرف يعملها زيك يا حاجه؟ طب دي هنيه كانت هتاكل صباعها وراها، وفضلت تدعيلك تدعيلك. امال فين هنيه؟ نايمه في اوضتها. من دلوقتي فجاه كده لقيناها بتقول انا تعبانه، غصبت عليها تدخل تستريح. سبتيها تنام من غير عشاء؟ خص عليك يا حاج، معقولة برضه انا اسيبها تنام من غير عشاء؟ ده مفيش احن من قلب الحاجة ابدا، ده انا عمري في حياتي ما شفت واحدة بتعامل درتها بما يرضي الله زيك يا حاجة. بقول يا سيدة. نعم. يعني اروح اطمن على هنية، بقى لي 4 جمعة ما رحتلهاش اوضتها يعني.